الحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام الذي يتعبد فيه لله تعالى بالتوجه إلى مكة المكرمة في أشهر الحج لأداء المناسك. الحج عبادة يجب فيها الإخلاص لله تعالى وحده، والحج المبرور جزاؤه الجنة. الحج فيه اجتماع للمسلمين فيحصل التعارف والتعاون والألفة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.